الفنانة ملك أورا بعد ما أعلنت عن رحيل جدتها استيدها عواطف أحمد حسني، حضرت جنازتها بشكل طبيعي وارتدت الملابس السوداء اللي بتعبر عن الحزن والحداد، وارتدت كمان نظارة سوداء. بس بمجرد ما انتهوا من الصلاة عليها في مسجد السيدة نفيسة، انهارت ملك في البكاء ومحدش كان قادر يسيطر عليها، زي ما تكون كانت غايبة عن الوعي وفاقت فجأة أو ما كانتش مستوعبة اللي بيحصل. وظهرت ملك خلال الجنازة وهي مش قادرة تقف على رجلها، واضطروا يسندوها زي ما حضراتكم شايفين قدامكم. ملك ندهت على جدتها وهي محمولة على الأعناق قبل دفنها في المقابر، وقالت بصوت حزين: هتوحشيني قوي يا تيتا. واتفاعل معاها عدد كبير من المتابعين اللي دعوا لها بالصبر والسلوان. الغريب بقى ان الجنازة ما ظهرش فيها اي حد من زملائها الفنانين اللي غابوا تماما عن حضور الجنازة، وده كان موضوع غريب ومش مفهوم. ملك أورا كانت اعلنت رحيل جدتها عن دنيتنا، وقالت: ان لله وانا اليه راجعون، اشهد الله انها كانت اعظم ام واعظم جدة، الف رحمة ونور، مع السلامة يا نور العين، ادعوا لها بالرحمة والمغفرة.